متابعينا متابعي تقصى عرب في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستعرض معكم آخر توقعات الحالة الجوية اليومية خلال الفترة القادمة. نبدأ معكم من صور الأقمار الاصطناعية المستلمة لدينا خصيصا هنا في تقصى العرب. توضح صور الأقمار الاصطناعية استمرار اندفاع كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية من النوع غير الممطر في جزئها الشرقي الواصل للمملكة، وبالتالي تسود أجواء غالبا غائمة أو غائمة جزئيا بهذه السحب، في حين نلاحظ أن هنالك مجموعة من السحب المتوسطة على ارتفاعات متوسطة لكنها مرفقة بجيوب من السحب الركامية الممطرة تتوضع إلى وسط البحر الأبيض المتوسط وتحرك شرقا نحو المملكة وسائر الشرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك مع ساعات مساء الاثنين والثلاثاء بالتزامن مع حالة جوية جديدة تؤثر على المملكة، مع أحوال جوية غير مستقرة تؤثر على سائر المنطقة تجلب انخفاضا كبيرا في درجات الحارة وعودة لفرص الأمطار بمشيئة الله. نستعرض معكم التوقعات الخاصة بالليلة القادمة. 15 درجة مئوية هي الصغرى المتوقعة مع ساعات فجر يوم غد الأحد، في حين تكون درجات الحارة بحدود 20 درجة مئوية مع ساعات الليلة الأولى من هذه الليلة. أما خلال الأيام القليلة القادمة هنالك أجواء مستقرة يوم غد الأحد مع أجواء ودرجات حارة عشرينية في العاصمة عمان والمدن الأردنية، هنالك فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة من الأمطار في مناطق محدودة من المنطقة الشمالية خلال ساعات عصر ومساء غد الأحد. تدريجيا يوم الاثنين هنالك انخفاض واضح وملموس وكبير في درجات الحارة إذانا بقدوم هذه الفعالية الجوية الجديدة، هنالك تكاثر للسحب على ارتفاعات مختلفة، هنالك توقعات بهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق عديدة من المملكة لا سيما في وسطها وشمالها بالاتجاه نحو النصف الثاني من اليوم. تدريجيا مع ساعات مساء الاثنين وليلة الاثنين والثلاثاء تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة وماطرة بمشيئة الله في عموم المناطق. تستمر هذه الأجواء الماطرة يوم الثلاثاء في عموم المناطق بما فيها مناطق الأغوار والعقبة، تكون الأجواء باردة وغائمة إجمالا مع سرعة رياح شمالية غربية معتدلة السرعة إجمالا. مع ساعات مساء الثلاثاء تتراجع الفعالية الجوية من جديد لتنتهي تدريجيا مع ساعات الليل مع بقاء الفرصة متاحة لهطول زخات خفيفة من الأمطار مع تشكل واسع للضباب فوق المرتفعات الجبلية. كان معكم دكتور أيمن صالحة من كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب، والمزيد من التفاصيل قوموا بتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.